ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ اهلا بيكم. الشتاء بيقرب واعراض الامساك بتزيد واعراض احتباس البول والتهابات المسالك البوليه وكل الاعراض اللي بتسببها الاملاح بتزيد مع دخول الشتاء بسبب قله شرب الميه. عكس الصيف احنا دايما بنشرب ميه كتير، لكن في الشتاء بننسى نشرب ميه اصلا، فبالتالي بيحصل زياده في نسبه الاملاح اللي ممكن تؤدي لتكون الحصوات، وكمان ممكن التهاب المسالك البوليه والصديد، مشاكل كتير قوي بيسببها زياده نسبه الاملاح، وكمان الامساك وارتفاع ضغط الدم والمغص الكلوي وغيره كتير من الامراض بتحصل لنا من زياده نسبه الاملاح في الجسم. لو بداتي تحسي باعراض زياده الاملاح زي الحرقان في البول او الشعور بانك عاوزه تدخلي الحمام، وبعدين لما بتدخلي الحمام ما بتلاقيش فيه تبول، او بتحسي فيه تورم في القدمين، يعني بيحصل تورم في كذا منطقه في الجسم بس في القدمين اكتر، او مغص في الجناب عند الكليتين. انا مجربه الاعراض دي لان انا وصلت لمرحله وجود الحصوات في الكلى وفي الحالب، واكتر حاجه فادتني بعد ما اتخلصت من الحصوات واوجاعها، وقررت بقى ان انا اقلل الملح جدا، وقررت ان انا اشرب ميه كتير باستمرار، ودورت على ايه البذور وايه الحاجات الطبيعيه اللي هتفيدني اكتر، ولقيت ان اكتر نوعين فادوني هما دول النوعين. البذور دولت هما بذور البقدونس وبذور الكرفس، الاتنين فيهم شبه من بعض شويه، يعني نفس شكل الحبايه، بس بذور البقدونس بحسها اكبر حبه من بذور الكرفس. فوائد بذور البقدونس ايه بقى؟ مدير للبول، بيعالج التهابات المثانه، مضاد للميكروبات، بيمنع حتى تكاثر الميكروبات، ازاله السموم خالص والتخلص منها، خصوصا الصديد اللي بيتكون من ارتفاع نسبه الاملاح في البول، بيخلصك من حصاوي المراره والكلى، مفيد جدا لمرضى الروماتيزم والتهاب المفاصل، وبيقلل التورم، وكمان على فكره برضو بيساعد في انقاص الوزن وقت الدايت. مفيد كمان لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وانه بيساعد اصلا على خفض ضغط الدم. بيعتبر ملين صحي وامن ضد الامساك، بيحافظ على صحه المعده والقولون. فوائد كتير جدا جدا لبذور البقدونس، هايل. وكمان يعني مفيد وقت الدوره الشهريه، بيقلل الشعور بالمغص اللي بيحصل وقت الدوره الشهريه، بيحمي الرحم من مشاكل الجفاف والعدوى البكتيريه، اكتر من رائع. هو بس بذور البقدونس اثارها الجانبيه الخطيره او الوحيده تعتبر انه بيسبب الاجهاض، عشان كده يفضل ان الحوامل ما ياخدوش غير في الشهر الاخير من الحمل قرب ميعاد الولاده، لكن في بقيه شهور الحمل ما يفضلش انه ياخد خالص بذور البقدونس لانها بتسبب الاجهاض. نيجي بقى لبذور الكرفس. الكرفس برضو بيعتبر مضاد حيوي طبيعي، مضاد قوي للأكسدة، يعني بيقوي جدا الأوعية الدموية وأعضاء الجسم كله، مفيد جدا لمرضى قرحة المعدة، بيساعد بنسبة كبيرة جدا في الشفاء من قرح المعدة وتحسين بطانة المعدة وتقويتها، مصدر مهم جدا للكالسيوم والزنك والحديد والمغنيسيوم. مشروب الكرفس بيصنف انه مشروب قلوي، فبالتالي بيقلل من تأثير الأطعمة الحمضية في الجهاز الهضمي كله، مضاد برضو للجراثيم، هايل. هي سبحان الله الاتنين البذور الاتنين دول مع بعض، لما بتغلي مية، اول ما المية تغلي بتضيفي عليها، وبتحطي معلقة ممسوحة من البذور البقدونس وربع معلقة من بذور الكرفس، لان البقدونس لوحده ما بيديش طعم مرر خالص، يعني البقدونس لوحده بيدي طعم كويس ومقبول، لكن باضافه الكرفس شويه بيدي طعم مرر، عشان كده بتضيفي منه كميه قليله جدا على المشروب ده. المشروب ده هايل جدا، بيمنع تكون الحصوات، بيمنع وبيقلل جدا من التهابات المثانه والحالب واي مشاكل متعلقه بزياده نسبه الاملاح في الجسم، وعن تجربه، وهايل. وحتى للوقايه، يعني انت لو مش عندك املاح، لو حسيتي باي اعراض اللي هي بدايه حدوث الاملاح، هو كوقايه من زياده نسبه الاملاح في الجسم هايل جدا ومقوي، وان شاء الله بيعمل نتيجه رائعه وعن تجربه. اتمنى تكونوا استفدتم، ولو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو. سلام.